السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الوحدة الثانية مجال الحياة المدرسية، المرجع كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني في طبعته الجديدة والمنقحة أكيد. إذن نبدأ على بركة الله. فصل الدراسة، عنوان هذا النص اكتشف عن ماذا تعبر الصورة. لاحظوا معي الصورة، تعبر الصورة عن أستاذة تخبر الأطفال وتعلمهم أن الفصل الدراسي الفصل فضاء العلم والأخلاق. لاحظوا معي العبارة المكتوبة على السبورة، الفصل فضاء العلم والأخلاق. إذن تقول لهم وتخبرهم وتعلمهم أن الفصل الدراسي هو مكان للعلم والمعرفة والأخلاق، مكان للعلم والمعرفة والأخلاق وليس لشيء آخر. إذن هذا ما تعبر عنه الصورة. فصل الدراسة، فصلي يا فضاء العلم والمعرفة ويا درب النجاح والفلاح، فيك نقضي أجمل الأوقات، من نبعك الصافي ننهل العلم واللغة والأخلاق، فأنت مكان التقاء الأصدقاء والأقران، فيك نضحك ونشاغب ونلعب وندرس، ولكل دقيقة نقضيها فيك حكاية يرويها الراوي، أنت بيتي الثاني أصرف فيك وقتي، المعلمات والمعلمون هم الأمهات والآباء، ينسجون لنا من العلم بساطة، يأخذنا إلى عالم التقدم والتطور. معجم المساعد، معنى كلمة أصرف أقضي، ننهل نستقي، المكان الذي نستقي منه يعني نأخذ منه، نبع بساط، نبع صورة لنبع بساط، لتتعرفوا على الكلمات. إذن أحيط ونمي معجمي، أحيط الكلمات التي ليست في النص. إذن الكلمات التي ليست في النص لدي هنا منهل ناهل ننهل نهل. إذن الكلمات التي ليست موجودة في النص، ليست موجودة منهل ولا ناهل المنهل هو منبع الشرب، ناهل أيضا ليست موجودة، ننهل موجودة، نعم موجودة في السطر الثالث، من نبعك الصافي ننهل، نهل أيضا ليست موجودة، بساط بساط موجودة في النص، يبسط بمعنى يفرش ليست موجودة، باسط معنى فاتح فاتح يدي أو باسط يدي، إذن ليست موجودة، بسط مكان فارغ، إذن أيضا ليست موجودة. إذا الكلمة ليست موجودة، منهل ناهل نهل، يبسط باسط بسط، بينما الكلمات التي توجد في النص لاحظوا معي هنا ننهل، هذه ننهل، وأيضا موجودة كلمة بساط، بساطا هي موجودة في السطر الأخير. أكون بمقاطع كل مجموعة كلمات موجودة في النص، إذا مع فارت، إذا معرفة موجودة في النص، موجودة في النص هنا فصلي يا فضاء العلم والمعرفة، معرفة دي قاص أن، إذن أصدقاء تار وط، إذن تطور
إذن معرفة، أصدقاء، تطور، أفهم. ماذا ينهل التلميذ والتلميذة من الفصل الدراسي؟ إذن ينهل التلميذ والتلميذة من الفصل الدراسي، ننهل العلم واللغة والأخلاق. إذن ينهل التلميذ والتلميذة من الفصل الدراسي العلم واللغة والأخلاق، العلم واللغة والأخلاق. ماذا ينسج المعلمون والمعلمات للتلاميذ ولماذا؟ إذن ينسجون، لاحظوا معي هنا في الفقرة الثانية، ينسجون لنا من العلم بساطة. إذن ينسج المعلمون والمعلمات للتلاميذ من العلم بساطة، لماذا؟ لأخذ التلاميذ إلى عالم التقدم والتطور. إذن الشق الثاني من السؤال، لماذا؟ إذن ينسج المعلمون والمعلمات للتلاميذ من العلم بساطة، لأخذ التلاميذ إلى عالم التقدم والتطور. هل نعتبر فصلنا الدراسي بيتنا الثاني ولماذا؟ إذن نعم، نعتبر فصلنا الدراسي بيتنا الثاني. لماذا؟ لأن فيه أصرف وقتي، والمعلمون والمعلمات هم الأمهات والآباء. إذن نعم، نعتبر فصلنا الدراسي بيتنا الثاني لأن فيه أصرف وقتي، والمعلمون والمعلمات هم الأمهات والآباء. استبدل بالكلمات المناسبة وأقرأ الجمل. إذن يحكيها، أقضي، نحيا. إذن استبدل بالكلمات المناسبة وأقرأ الجمل. إذن عندي هذه الكلمات هذه، والكلمات اللي داخل الإطار غنبدلها ونغيرها، نبدلها مع الكلمات اللي عندي هنايا. إذن كل كلمة المرادف ديالها. إذن بين جدرانك، جدرانك نعيش أسعد الأيام. إذن بين جدرانك نعيش، ما هو مرادف كلمة نعيش؟ نحيا. إذن بين جدرانك نحيا أسعد الأيام، فيك حكاية يرويها الراوي. ما المرادف لكلمة يرويها؟ يحكيها. إذن فيك حكاية يحكيها الراوي. أصرف فيك وقتي، أقضي فيك وقتي. إذن بين جدرانك نحيا أسعد الأيام، فيك حكاية يحكيها الراوي، أقضي فيك وقتي. إذن بين جدرانك نحيا أسعد الأيام، فيك حكاية يحكيها الراوي، أقضي فيك وقتي. ننتقل للصفحة الموالية، ألاحظوا وأكتب. إذن سنكتب حرف الباء وحرف التاء. لاحظوا معايا، حرف الباء وحرف التاء يتشابهان في الكتابة. الفرق بين هذين الحرفين، حرف الباء لدي نقطة أسفل، وحرف التاء لدي نقطتين أعلى. إذن حرف الباء، نحاول نقلد الكتابة الأولى، كنتجاوز في سطر واحد. نحاول أنني نوضح أكثر. حرف التاء، حرف الباء وسط الكلمة، وحرف التاء أيضا وسط الكلمة. أنت بيتي، أنت بيتي. بيتي.
تي اكتبوها مرة اخرى انت بيتي. هم الآباء والأمهات. إذن هم الآباء كما كتلاحظوا كنعرف نحاول أنا نقلد الكتابة اللي مكتوب بلون مضغوط بخط مضغوط. والأمهات أمهات إذن هم الآباء والأمهات. أتدرب إذن أتمم أتمم الكلمات بالباء أو الباء وسط حرف الباء أو حرف الباء في آخر الكلمة أو حرف الباء في وسط الكلمة أو التاء أو الباء. إذن درب إذن بن در بن أو قات أو قات نبع حرف الباء وسط الكلمة نبع قدم تقدم ت تقدم بساط. إذن درب أوقات نبع تقدم بساط. ألون البطاقة الصحيحة وأكتب. إذن ماذا نقول؟ نلعب. إذن حرف الباء يمسك في حرفين من قبله، حرف الباء في آخر الكلمة ولكن يمسك في حرفين من قبلها. إذن البطاقة المناسبة هي البطاقة الأولى، لأن هنا حرف الباء في آخر الكلمة ولكن لا يمسك في أي حرف، وهنا حرف الباء في أول الكلمة. نلعب ثم نكتب. بالنسبة للكلمة الثانية التطور المناسب، حرف التاء لاحظوا معايا في وسط الكلمة، أي يمسك بحرف من اليمين ويمسك في حرف من اليسار. إذن هي البطاقة الأولى التطور حرف التاء وسط الكلمة. التطور أتذكر وأكتب. الجملة الأولى من الفقرة الثانية. إذن الجملة الأولى من الفقرة الثانية، لنعود للنص. أنت بيتي الثاني أصرف فيك وقتي. إذن أنت بيتي ثاني فاصلة فيك أصرف وقتي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.